النهاردة من البطولة أمهات معانا نموذج لأم بطلة هي الأم والأب في حياة ابنها. نهاية الحياة الزوجية مش معناه نهاية الحياة، لكن معناه بداية جديدة لحياة جديدة وتحديات جديدة هنعرفها ونسمعها منها النهاردة في البطولة أمهات. النهارده معانا ضيفه قويه جدا هتحكي لنا حاجات كتيره جدا مثيره جدا وهنسمعها وهنستمتع معاها ونتعرف بيها دلوقتي. مساء الخير، انا سمر سعيد وليه امر اللاعب حمدي ايهاب، بلعب تحت 13 سنه في فريق الاهلي. قولي لي السكواش بيمثل لك ايه انت وحمدي؟ السكواش بالنسبه لنا اسلوب حياه، الاستمتاع بيه ملوش حدود بالنسبه لنا، سواء بنشارك في بطولات على المستوى المحلي، سواء بنتفرج على البطولات اللي بتنعقد هنا في مصر، البطولات اللي بتتلعب بره على السكواش تي في. السكواش بالنسبه لنا كل حاجه، من بدايه ما بتقومي بتظبطي يومك على اساس التمارين. طبعا يعني احنا هنا تماريننا يوميه 4 ايام او 5 ايام في الاسبوع، انكلودنج الفيتنس، السكواش، تيم تريننج اللي بيعملوه الاولاد مع بعض والجيمز. مش قادره اقول لك ان ارتباط الولاد ببعض وارتباطهم بالنادي بيخلي كل واحد فيهم متحمس ان هو يخلص مدرسته بسرعه عشان يرجع البيت بسرعه عشان ياخد شنطته ويرجع النادي. طبعا المدرسه مهمه يعني السكواش هو صاحب النصيب الاكبر. احكي لنا تفاصيل يومك بيبدا ازاي وشنطه حمدي بتكون جواها ايه؟ عاده يوم حمدي بيبتدي 6:30 الصبح، استعدادنا للمدرسه. بعد ما بيرجع من المدرسة توتالي هو المسؤول عن شنطته كاملة، مضارب، تيشيرتات، تيشيرتات السبير بتاعته، أزاز المية، كل حاجة، كوره، دي حاجة متعلقة بيه، حاول أعلمه إن هو يعتمد على نفسه، أي حاجة أنسيها يعني دي حاجة تخصك مش مسؤوليتي تماما. طبعا هو صغير كانت الشنطة بقى بتتحضر تيشيرتات القطن عشان البرد ما يبردش بالليل وهو راجع على الأم من النادي، تيشيرتات السبير عشان كل ما يخرج من جيم يدخل جيم، بالذات في الوقت اللي زي ده بيبقى الواحد بيحاول قد ما يقدر يحافظ له على يعني ما يجيش دور برد، ما يتعطلش يوم عن التمرين، لان طبعا يوم التمرين ده بيأثر كتير. دلوقتي هو مسؤول تماما عن شنطته، بيحضر شنطته، عارف مواعيده، وعامل لنفسه جدول المواعيد تمارين الفتنس وتمارين السكواش. بيحاول يبقى هنا تماما يعني على الساعه 3 مثلا. تمرينات الفتنس بتبتدي، بيخلص تمرينة الفتنس بيتغدى هنا في النادي، بيبتدي يرجع ياخد تمرينة السكواش على حسب موعدها، بيخلص تمرينة السكواش بياخد التيم تريننج والجيمز مع زمايله وبيخلص عشان نرجع البيت عشان نعيد اليوم التاني من اول وجديد. واحنا بنتكلم مع بعض حكيت لنا حاجات مفيش حد يعملها، تضحيات غريبه بالنسبه لنا كلنا، فيا ريت تعرفي المشاهدين بيها وتقولي لهم عليها. هو مبدئيا حمدي اللي طلب مني ان انا اتولى تمارينه في السكواش وان انا اتابعه. انا كنت بشتغل، اضطريت ان اقدم استقالتي واقعد من الشغل. انا البيت عندنا في حدائق الاهرام، طبعا بعيد عن النادي جدا، مسافه ومجهود. جربت فتره ان انا من حدائق الاهرام للنادي ومن النادي لحدائق الاهرام كل يوم، لقيت ان هو مجهوده العضلي كان بيبتدي يقل، وان هو بيروح من هنا مكسر وبيقوم من النوم مش شبعانه وبيرجع النادي مش قادر يدي. فاضطريت ان انا اخد شقه تانية واستقر فيها انا وهو والدي عشان نبقى قريبين من النادي. نقلت له مدرسته، اضطريت ان انا اقعد اخته مع والدتي لان انا مش قادره اكفر مذاكرتها خالص. انا عاده كل على الجدول القديم المفروض كان في بطولتين كل شهر، فطبعا يعني مذاكرتها وحياتها وانتظامها في الدراسه كان اهم، فاضطريت ان انا يعني الفتره اللي فيها دراسه او فيها مذاكره ان هي تستقر مع والدتي يتبعها افضل مني وانا اقدر اركز مع حمدي يعني واتابع تمارينه بشكل افضل. السكواش يعني هو ضغط بس يستاهل، بالذات لما تكوني بتلعبي في فريق زي فريق الاهلي
فانت لازم تضحي شويه. حمدي إيهاب، بلعب تحت 13 سنة في النادي الأهلي. بقالي في النادي هنا 7 سنين، ويعني النادي الأهلي كنت بحبه جدا من وأنا من صغري. اشتركت في بطولات فيه كتير، اشتركت في بطولة أرضك الدولية خدت فيها مركز تاني الحمد لله، اشتركت لسه في البطولة اللي فاتت بطولة منطقة بورسعيد الحمد لله كسبت مركز أول. وانا بحب النادي الاهلي من صغري ان انا اتربيت فيه يعني، فحاجه جميله يعني تعجبني. لما باجي بلعب سكواش انا يعني بحس ان انا ما بلعبش حاجه عاديه، بحس ان انا بلعب حاجه حلوه جدا يعني، بستمتع وانا بلعب. وكمان لما بكون مثلا في اجازه في الامتحانات، فتره الامتحانات بكون عايز انزل نادي جدا يعني، عايز بشون مكان مثلا، عايز اكون انزل اسيب الامتحان وانزل العب. فبحب الرياضة بتاعت سكواش جدا، وأهم حاجة في اللعبة دي إن أنا أكون 3 حاجات، أكون هادي وأنا بلعب، مركز وأنا بلعب، عارف أنا بعمل إيه، ولازم أحط في دماغي إن أنا لازم أكسب. وكل التعب ده اللي أكيد مش مني بس، كنت بتعب ومامتي كمان كانت بتتعب معايا، وماما يعني كانت بتديني سبورت جامد جدا وأنا بلعب، كانت واثقة فيا حتى لما بوصل خسران 2 لوف 2-0 في الاشواط وخسران ماتش بول اخر كوره في الماتش، تبقى واثقه فيا ان انا بكسب، وبكسب في الاخر عملتها كتير يعني الحمد لله. يعني ماما اجمل حاجه في حياتي ان هي بتدعمني، بتديني سبورتنج جامد جدا، وبتعرف نفسها عن حاجات كتير ان هي لازم يعني تتعب معايا، ويعني بتعرف نفسها عن حاجات كتير. مره ماما عشان بس نسيت المضرب بتاعي فضلت سهرانه، فضلت تفكر اجيب له ايه واجيب المضرب ازاي وكده، فماما يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا مش حاجه صغيره خالص. فانا احب اقول لها ان انا بحبك يا ماما، وافضل دايما احبك طول عمري. سكواش معروفة على مستوى العالم لعبة، واحنا الحمد لله متصدرين اللعبة دي على مستوى العالم، فالناس كلها عاوزة تيجي تلعب اللعبة دي عشان شايفين ان احنا يعني من الناس اللي احنا متصدرين اللعبة، فشايفين الابطال بالنسبة لهم دي حاجة حلوة قوي، فعاوزين يبقى زيهم، فكل يعني جايين عاوزين يبقوا زيهم، فالدنيا بالنسبة لهم حلوة قوي وعاوزين يبقوا زيهم، واخدينهم قدوة زي مصطفى عسل هنا مثلا في النادي الاهلي، واخدينه قدوه. الحمد لله دلوقتي الدنيا بقت واسعه قوي ومفتوحه قوي كميديا، ان الناس الاعلام هنا في مصر بدا يسلط الضوء كتير قوي على لعبه الاسكواش، فكل شويه في بطولات كتير موجوده هنا في مصر عموما، فشايفين اللعيبه من جميع انحاء العالم جاي بيجوا هنا ويلعبوا اللعبه، وفي احنا عندنا ناس متصدره اللعبه كتير قوي، فشايفين ان هم نفسهم يبقوا في المكان اللي هم فيه دلوقتي، فبيحاولوا يبقوا زيهم ويتمرنوا جامد ويلعبوا جامد وييجوا التمرين فملتزمين باللعبه، فبالنسبه لهم الدنيا مفتوحه قوي اللي هم عاوزين يبقوا زيهم. وكل واحد على حسب السن بتاعه، وكل واحد احنا بنحاول على قد ما نقدر نصاحبهم اكتر من اللي هو يبقى مجرد مدرب ولعيب، فهي مهمه قوي الكونكشن بين المدرب واللعيب اللي هو عشان يبدا يستوعب اللي هو بيقول المدرب اللي بيقوله للعيب، ويبدا اللعيب يستوعب الكلام اللي المدرب بيقوله، فلازم يبقى في رابط بينهم وبينه وبين المدرب. ف
فالفكر الاول اول حاجه احنا بنصاحبهم، وتاني حاجه احنا بنبدا ناخدها واحده واحده معاه لحد ما يوصل للليفل اللي احنا عاوزين نوصله. اللعبه لعبه صعبه مش لعبه سهله، فاهم حاجه بالنسبه له هو لازم يبقى ملتزم في التمرين قوي على قد ما يقدر وما يفوتش اي حاجه. تاني حاجه لازم يبقى مركز قوي في كل كلام بيتقال، لان التركيز اللعبه في اللعبه دي مهمه جدا، او ممكن تكون اكتر لعبه فيها تركيز لوقت قصير قوي، لان الجيم مش طويل واللعبه عنيفه شويه، فمحتاجه تركيز اكتر وسرعه الكوره، الحاجات دي كلها بتفرق. فاحنا اهم حاجه بالنسبه له الاهم اللي هو يركز في اللي بيتقال له. ثاني حاجه التركيز مهم جدا في اللعبه، بنعده من حفظه اللعيبه، كل ما بتعد الاعداد ده بيبقى اعداد بدني واعداد سكواش واعداد كل حاجه. فالاعداد بالنسبه لي بنبدا نحفزه اللي هو لازم تعمل ده عشان تبقى زي بطل العالم، زي مصطفى عسل مثلا، زي محمد شوقي، الناس دي كلها. فلازم ده بيديله حافز اللي هو عاوز يبقى احسن وعاوز يبقى كويس وعاوز يبقى زي الناس دي. فبنحاول نحفزه بالطرق دي، بلس زائد التمرين بقى اللي احنا بنقدمه ليه، فده بيحفزه اكتر. اهم حاجه بالنسبه لي اللي هو لازم اصاحب اللعيب، لان هو بالنسبه له المدرب ده هيبقى حياته كلها مع بعد كده معاه، فبيحاول يستجيب منه كل حاجه وهو ياخد منه كل حاجه. فاهم حاجه لازم صاحب اللعيبه ده اهم حاجه. كأم شايلة المسؤولية لوحدك، سنجل مام، كلميني عن المشاكل اللي بتقابليها والصعوبات، وازاي بتتحدي كل المعوقات اللي بتقابلك دي وبتتغلبي عليها. الصعوبات، لا ما اعتقدش ان في صعوبات، في ناس بتسبورت كتير قوي جوه النادي وبره النادي، في ناس بتحترم ان انت بتعملي كده لابنك وواقفه معاه، في ناس بتقول يعني كويس ان هي بتعمل كده، وفي ناس لا بتسبورت من قلبها جوه النادي بالذات. احنا شله كبيره جدا، احنا عيله في الشله، احنا عيله كبيره، سواء من اول المدير الفني بالاداريين باللعيبه باولياء الامور، احنا عيله كبيره. لما بنغيب عن مطعم من مطاعم النادي بيسالوا علينا، انتوا شله سكواش فين؟ فالسبورت مهم جدا. هو اكتر حاجه ممكن تكون بتواجهني صعبه ان السفر، بتقعدي في اوتيل لوحدك او في مكان لوحدك بولد لوحدك، بتبقي خايفه مهما كنتي ست، ومهما كنتي بتخافي تكوني في بلد غريبه، مش عارفه تتصرفي، مش عارفه تعملي حاجه انت محتاجاها، سواء بقى مضرب اتقطع، حاجه ضاعت، محتاجه حاجه تعمليها، تبقي محتاجه حد يبقى معاكي. شله السكواش جوه النادي او شله كبيره سكواش مصري من افضل ما يكون، سواء اولياء الامور او المدربين، كله بيساعد كله، يعني نوادر ما بتلاقي حالات شاذه، بس في الاغلب كله بيبقى عايز يساعد. بيساعد اي حد، مش بس انا كسنجل ماذر، لا بيساعد اي حد، بلعب بنصيحه، لعب بكاتش اناب سبورت، اي حاجه بيبقى لا عايز يساعد. ناس كويسه كتير، لطيفه كتير يعني. بس فهي المعوقه الوحيده اللي ممكن اكون بقابلها ان انا ببقى بسافر بيه لوحدي، هي دي الحاجه الوحيده. لكن اي حاجه ثانيه لا اوكي يعني خالص، مفيش اي مشقه بالنسبه لي. انا اقلمت حياتي على حياه حمدي، واقلمت حياتي على طموحه ورغبته في ان هو يبقى لعيب كويس، يبقى لعيب يليق باسم النادي الاهلي، لعيب يحقق. الحمد لله لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس، سواء بالانجازات اللي هو بيعملها في الدراسه او في السكواش. طبعا السكواش غالب على الدراسه كتير، بس هو سعيد بنجاحاته وانا سعيده ساعات. هو يعني طول ما هو سعيد وطول ما هو بيحقق الحاجه اللي هو حاببها، فانت دورك كأم انت راضيه عنه. السكواش لعبه صعبه، والتحصيل الدراسي محتاج شويه وقت، وعلى كلامك ان السكواش مخلي مفيش اي وقت عندك ولا عند حمدي لاي حاجه، ازاي بتقدري تتغلبي على المشكله دي والتحصيل الدراسي بيكون شكله ايه بالنسبه لك؟ التحصيل الدراسي هو اصعب شيء في مقابل السكواش، يعني الواحد ما بيتعبش في التمارين قد التحصيل الدراسي. احنا عندنا تحدي كبير ان يعني احنا ما بنذاكرش غير ايام الايام الاجازه من الفريق، يعني احنا عندنا اثنين وجمعه واربع، احنا بنذاكر في الايام دي، الدروس والمذاكره كلها محصوره في الثلاث ايام دول. لو عندنا اي حاجه تاني غير اخبطت الجدول، احنا كل حاجه عندنا بتطلع. احنا بنضحي بحاجات كتير في مقابل السكواش، بس بنحاول على قد ما نقدر. طبعا المذاكره مهمه، ومش هنقول التفوق الدراسي، لان يعني انت هتختاري حاجه من الاثنين،
يا اما هتتفوقي في رياضتك قوي يا اما هتتفوقي في دراستك قوي. فهو اختار ان هو يعني يدي في سكواش قوي، بيذاكر، هو طالب مجتهد قوي، اما بيجي وقت الامتحانات ووقت المذاكره لا بيقعد وبيقرر ان هو هيلم الماده وهيعدي وهينجح. او ممكن في حاجات تقع، اكيد مش هنلم كل حاجه، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكفر حته الدراسه دي. طبعا لازم ياخد شهاده، هو زي ما هو وعدني ان هو هيدخل الجامعه وهياخد شهاده، بس توعديني انك هتسيبيني يبقى مدرب سكواش. طبعا العلاقات الاسريه والاجتماعيه زيرو. كلمنا بقى عن علاقاتك بالناس اللي كونتي معاهم صداقات هنا، وهل بتقدري توفقي وقت ولو بسيط للعلاقات الاسريه والاجتماعيه الخاصه بيكي بره النادي ولا لا؟ العلاقات الاسريه يعني احنا عاملين يوم الجمعه فاميلي تايم معروف، يعني احنا ممكن عندنا تمارين في المنتخب يوم الجمعه احنا بنخلصها وبنجري بسرعه علشان احنا عندنا فاميلي تايم، نتجمع كلنا بابا ماما اخواتي وحبيبه اخت حمدي، نتلم كلنا بحيث ان احنا خلاص ده يوم العيله ما ينفعش نعمل فيه اي حاجه تاني. العلاقات الاسريه بره بقى العيله الصغيره العيله الكبيره لا تقريبا يعني ايه، هي التليفونات، ايه الاخبار عاملين ايه يا بنتي مش هنشوفك، اه اصل عنده بطوله، ايوه عنده بطوله، ايوه ما ترجعي من السفر، ايوه مش عارف ايه. انا استغليت فتره سفره مع المنتخب وزرت كل العيله علشان يعني اعرف اكفر المصيبه اللي انا عاملاها. وطبعا كانوا بيشوفوني بشكل اسبوعي، بنتعامل مع بعض على طول سواء في جروب العيله الواتساب او بنتقابل نخرج. دلوقتي ما بقاش فيه الرفاهيه دي، عايزين نخرج لا طب تعالوا لي النادي، عايزين نخرج طب بصوا هيخلص تمرين او هجيبه معايا. طبعا كلهم بيتجمعوا وانا لا، بس هم مقدرين. في جانب بينتقد بس الجانب الاكبر بيسبورته، بيفرحوا لما بيشوفوا ماتشاته، بيتفرجوا عليه على اليوتيوب او اي ماتش اذاع مثلا، بتبقى حاجه حلوه يعني شفناك في التي في او شفناك على اليوتيوب، دي حاجه بتفرحه وبتفرحهم هما كمان. فالعيله لا العيله لازم الواحد يعلم نفسه ان هو ينتمي للعيله حتى لو مش فاضي يخلق نفسه للجو ده. اما بالنسبه لعيله النادي فلا احنا مع بعض بشكل يومي، سواء يعني بنروح من هنا لينا جروب الواتساب بتاعنا نقعد نتكلم فيه عشان نتفق هنعمل ايه تاني يوم، نقعد نتكلم مع بعض ونظبط الدنيا. طب مين عنده تمرين بره النادي وهيجي، هنيجي على الوقت، هنيجي على الميعاد، طب نجرب ناكل سوا. في رمضان تقريبا كنا كل يوم بنفطر مع بعض، الولاد بعد الفطار بيطلعوا يجروا على الملاعب، فهيبقى صعب نفطر في البيت ونيجي على الماء، فبنضطر نفطر هنا ونطلع بعد كده على التمارين. فكل ده وطد علاقات ممكن ما تكونش من عيلتك، بس عملنا عيله، عارفين كل بعض بتفاصيل حياتنا، بطبعنا، بقرايبنا، حتى خلاص بقينا عيله كبيره. اغلبيه العيد ميلادات بتتعمل هنا مع العيله بتاعت السكواش، اغلبيه الاحتفالات بتتعمل هنا سواء بيحبوا قوي يفرحوا بيه وبكاساته، عايزين نحتفل بحمدي بقى، عايزين نعمل ديش بارتي على شرف حمدي. في واحده صديقه لينا هنا مشهوره قوي بحلوياتها، بتعمل له مثلا كيك او تارت بتجيبها له، حمدي انت بتحب ايه انا اعمله لك واجيبه لك. لا الامهات هنا عيله، احنا عيله الحمد لله. يعني الحاجات اللي بتميز بيها الناس دي هنا ان احنا عيله ملمومين، بنشارك بعض كل حاجه، فالحمد لله ان يعني العيله الكبيره موجوده والعيله عيله سكواش موجوده. حمدي من اللعيبه الصاعده في النادي هنا، ومن اللعيبه اللي ان شاء الله هتبقى بروميسنج قوي وهتعمل حاجه كويسه. لعيب تالنت، لعيب موهوب، لعيب عاوز يبقى حاجه، عارف اللي هو اللعيب الجعان اللي عاوز يبقى لعيب كويس، فدايما تلاقيه موجود في الملعب، دايما تلاقيه موجود في النادي، عاوز يتمرن كتير، عاوز يلعب كتير. فده من شخصيه البطل بمعنى صح، اللي هو كوميتمنت لحاجه، عاوز يوصل للهدف اللي هو عاوز يوصله، فدايما ملتزم في اللعب، دايما ملتزم في التمرين، ملتزم في الفتنس. فده من اللعيبه اللعيبه الصاعده جدا واللعيبه اللي بتبقى كويسه، عارف اللي هو شخصيه البطل، اللي هو الشخصيه اللي عاوز يبقى لعيب كويس. فكل واحد ليه شخصيه،
فهو شخصيه بطل، اللي هو انا داخل اكسب ولازم اموت نفسي، وكل كوره بالنسبه لي دي مهمه جدا. فلعيب من اللعيب اللي عاوز يبقى بطل، وهو جواه شخصيه بطل فعلا. اول رساله لحمدي اللي هو لازم يلتزم، لازم يفضل ملتزم باللي هو بيعمله ده، ولازم يفضل كوميتمنت قوي في التراك اللي هو فيه ده، وما يطلعش بره التراك. دي حاجه، اهم حاجه لازم يسمع كلام المدرب اللي معايا، ولازم يسمع المدير الفني، مهم جدا. شايفه في المستقبل ان شاء الله حاجه كويسه جدا، حاجه كويسه جدا من الناس الجونيورز اللي هي هتبقى كويسه جدا. يعني الاولياء المهم مهمه جدا في اللعبه، لان هم دلوقتي بقى عندهم وعي في اللعبه، وعاوزين يبقوا سبورت قوي لاولادهم، عاوزين يبقوا يخليهم حاجه. فاهم حاجه بالنسبه للموضوع اللي هي، بص، هي زي كونك، هي زي سيركل كده، اولياء الامور مع المدربين مع اللعيبه، هم الثلاثه مع بعض لازم يبقوا في بوند بينهم قوي جدا، لان من غير اولياء الامور الموضوع بيبقى بايظ. لان اولياء الامور ليهم عامل ايجابي جدا في اللعبه، بيحاول يسبورتوا للمدربين، بيحاول يسبورت للعيبه. فبالنسبه لهم الموضوع مهم جدا، اولياء الامور اللي هم بيحفزوا اللعيبه اللي هو يبقوا حاجه حلوه، بيحفزوا المدرب اللي هو يبقى، اللي هو بيحفزوا المدرب اللي هو يبقى، اللي هو يعمل معاهم حاجه. فبالنسبه لاولياء الامور مهمين جدا، مهمين جدا في الموضوع، الله يكون في عونهم بجد. يعني هم على طول متواجدين مع اولادهم، بيضحوا كتير قوي بصراحه، يعني بيضحوا بوقتهم، بيضحوا بصحتهم، بيضحوا بكل حاجه في سبيل اولادهم. ف يعني لازم يكون لهم كل الاحترام اللي هم بيعملوه ده، لانهم فعلا يعني من غيرهم ممكن تكون هم اولادهم ولا حاجه فعلا. يعني لانهم بيضحوا كتير قوي، على طول بيجروا ورا اولادهم في مصلحتهم، متواجدين الصبح وبالليل وفي كل وقت. ففعلا لا، يعني هم ليهم كل تقدير واحترام اللي بيعملوه ده فعلا. يعني من غيرهم عيالهم ما كانوش يعملوا اي حاجه فعلا. يعني لازم على طول لازم يفضلوا سبورت لاولادهم، يفضلوا وراهم على طول، يفضلوا على طول مديهم التراك الصح للطريق الصح. لانهم فعلا، لان من غير الام لابناء، يعني من غير الام فعلا الموضوع بيبقى بايظ خالص. لان الولد مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يتحرك كويس، مش عارف يبقى، مش هيعرف يعمل اللي هو عاوز يعمله، لان بسبب الام على طول متواجده معايا. فلازم هو في كونكشن بينه وبين الام عموما. فمن غير الام الموضوع بيبقى صعب جدا فعلا. فلازم يفضلوا ورا اولادهم لحد ما يوصلوا هم عاوزين يوصلوا. الجسم السليم محتاج غذاء صحي وسليم. قوليلي بقى، بتعملي ايه علشان توفري غذاء سليم وصحي لبطل زي حمدي؟ عادة هو بيحب ياكل اكل منتظم، يعني زيه زي بقية الاطفال طبعا، مش هضحك عليكي، هو بيحب جانك فود طبعا، ده من الممنوعات عندنا في البيت. ممكن يوم او يومين في الاسبوع، ده اقصى حاجة. الغذاء لازم يعني بشكل عام لعيب السكواش يهتم بالبروتين، بالكالسيوم، بالفيتامين دي، فيتامين سي، بالذات فيتامين سي، لان هم طبعا بيبقوا عرقانين مع التكييف، ممكن يعيوا برد في اي وقت، فيتامين دي عشان عظمهم. مشكله ان، يعني مش مشكله، هنقول ان السكواش اضاف لي معلومات جديده عن التغذيه وعن صحه الرياضيين بشكل عام، دي فادتني كتير مع هم. يعني اضطريت ان انا، مش اضطريت، شفت ان انا من واجبي كأم ان انا ابتدي بقى اراعي صحيا. 13 سنة، يعني خلاص هو شهر 2 عيد ميلاده هيطلع تحت 15، فلا خلاص طول مراهقة بقى ونمو، ولازم الأكل يبقى بشكل منتظم، الفواكه، سلطة الخضار، البروتين، حاجات بتتاخد بشكل معين بكميات معينة في أوقات معينة، لازم تنتظم. ابتديت أقرأ كتب تغذية، أتابع قنوات التغذية على اليوتيوب، جلسات المساج، يعني هو طلع في دماغي فترة إن أنا آخد مساج عشان هو بيبقى محتاج الموضوع ده. السكواش يعني مش زي ما الناس معتقده ان هو حاجه رفاهيه، بالعكس، يعني لعيبه السكواش دول من اكتر اللعيبه الشقيانه في الدنيا بدنيا وعقليا وكل حاجه. فلا، يعني الواحد لازم يهتم بغذائه بشكل عام، بس لما بيكون عنده لعيب بيمارس رياضه شاقه زي دي لازم يهتم بيه اكتر. شايفه ان حمدي حاسس بدورك العظيم اللي بتعمليه معاه
كأم مضحية ضحت بحاجات كتير، شغل ونقلت بيت علشان يحقق حلمه، وشايف قد ايه انت لازلتي بتضحي عشانه، حاسس بده ولا لا؟ انا وحمدي اصدقاء اكتر ما احنا ماما وابن، يعني بنتعامل مع بعض يعني معاملة مختلفة. يعني هو بيحترمني وبيخاف من ماما، ده امر طبيعي، بس احنا بشكل عام احنا صحاب قوي. احساسي بيه كأم ان هو لا، مقدر كل حاجة بشوفها في عينيه، مش لازم يقولها لي. تعاملاته معايا، هو طفل مطيع، حد طيب الحمد لله، بشهادة يعني اصحابه كلهم السكواش بشكل عام. مش عارفة اقولها لك ازاي، بس انا شايفة ان احنا علاقتنا كاتنين اصدقاء احسن كتير من علاقتنا كأم وابن. مفيش حتة ان هو ممكن يخاف يقول لي حاجة او يخاف يحكي لي حاجة، مفيش حتة ان هو مثلا يضطر يكذب. احنا عندنا يعني الكذب ده لا، مفيش داعي ان احنا نكذب، هنكذب ليه؟ احنا ممكن نقول الحقيقه والدنيا هتعدي عادي، مفيش اي مشكله، افضل من ان احنا نكذب وهيبقى منظرنا وحش وهنبقى كدابين. فلا، حمدي انا واثقه ان هو على المدى الطويل هشوف كل الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده، ان انا واثقه ان هو بيقدر جواه، بيقدر حنيته بتاكد لي ان هو بيقدر، بيعمل كل حاجه علشان يفرحني. انتي كبطلة استثنائية وضحيتي بحاجات كتير جدا، انا نفسي مستغربة انك عملتيها. ايه الرسالة بقى اللي توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطلة زيك لبطل زي حمدي؟ هي مجموعة رسائل. اول رسالة لكل ام، اوعي تسفهي من ابنك مهما كان حلمه بسيط، اوعي تستهوني بيه، اوعي تستهوني بامكانياته، بالعكس مهما كان امكانياته ضعيفة وانتي شايفة ده وحساها، دعمي. كلامك الايجابي هيخلق جواه تحدي عايز يوصل له ويحاول ينجح فيه. ارضاء ليكي، ارضاء لكلامك الحلو، ارضاء لحبك اللي انت مغامراه بيه. الطفل بيحس، واكتر يعني حاجه بتخلي الطفل يحاول وايمان امه بيه. الرساله الثانيه لكل سنجل ماذر، دي مش عيب، مش حاجه تخليكي موطي راسك، مش حاجه تخليكي حاسه انك اقل من حد. لا، انت بطله بقرار قوي اخذتيه، بطله بدعمك لاولادك، بطله انك تقدري تنجحي في اي حاجه في حياتك. الحياه مش بس شغل، الحياه مش بس نجاح ذاتي، انت ممكن تنجحي في اولادك. انا كأم الحمد لله رب العالمين بمعونه اهلي، انا ام ناجحه، انا شايفه نفسي كده ومصدقاه، ناجحه مع ابني الحمد لله، قادره اوصله وقادره اخليه يصدق حلمه. الرسالة الأكبر لكل لاعب سكواش، صدق نفسك، اوعى تفتكر ان مهما كان اللي قدامك سابقك في الرانك انت قليل، بالعكس انت عندك تحدي لازم تنجح فيه، واللي بيدوق طعم النجاح مرة ما بينساهوش، بيفضل يحاول لحد ما يوصل لطعم النجاح الكبير. كل واحد لازم يصدق نفسه ويدور على سبب النجاح جواه. النجاح يعني مش لازم يقابله معوقات، انت ممكن تقابل المعوقات دي لان ده امر طبيعي، لو ما قدامكش تحدي عمرك ما هتعرف تنجح. الانسان اللي عنده طموح هو ده الانسان اللي عايش، الانسان اللي ما عندوش طموح ما يستحقش ان هو يعيش. حقيقي انا فخوره باني قابلت بطله بصلابتك وسعيده بيكي جدا، شرفتينا. وبكده انتهت حلقتنا الغير عاديه، وانتظرونا في حلقه جديده مع بطله استثنائيه في البطوله امهات.